ايش صار؟ ايش وش ها؟ انا ادري عن السالفه جوالي لا حرام علمهم عن السالفه الجمهور انا ادري عن السالفه. عمرك اخذت تاكسي؟ ايه يوم رحت تقضى عشان البرنامج؟ ايه اخذت تاكسي قال لي حساب 50 قلت يلا بعطيك 60 بس ودني الحين يلا بس راوت ابي انام. طيب وداني مريت بقاله اخذت بارد اخذت له بارد واخذت له مويه. ايه نسيت جوالي معي وملابسي. اوكي ادق على جوالي ما يقفل فيجي. اوف اي والله انا ما ندمت الا 4 الجوال جاي ما يدري بس 4 ريال حقت البارد والمويه. اوه فوق العشر يا اخي. طيب اللي عنده ملابس الاجار حتى ملابسك ملابسي كلها راحت كل ما عندي هذا ذوب شوف مره ذوب يومين بكذا يوم ذوب يومين يا ساتر. اي والله والله وان شاء الله عينك وان شاء الله الله يرد لك ضالتك امين. طيب بلغ والله ما في ملل يمكننا محتاج شيء وش اللي محتاج تبعك ذا حقك اقسم بالله ما بلغت ولا طلعت ان جاء من الله وما جاء جاء ما اخذ الا محتاج. يا جماعه يا جمهور والله هل تشوفون تصرفه صحيح؟ جزاك الله خير. والله ما نتكلم جدا. جزاك الله خير هذا لا 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 اصبر رد وش جزاك الله خير؟ اذا تصدق جزاك الله خير بس هو انصرق. بس صدق انه ما يتصدق. انا اذا ما جت لا جاء اصدق انا اي والله خلاص جعلها الوالدين كل المسلمين وجزاك الله خير. والله شوف انا بخلي الرد للمتابعين ابي اشوف وش يقولون بالتصرف اللي انت سويته افضل.